السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. اللجنة الفرعية للاختبارات بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت تقر أسماء المراكز الاختبارية للشهادة الثانوية. مقتل طفل وإصابة 4 آخرون في انفجار جسم متفجر بمنطقة ميفع غرب المكلا. انطلاق المسابقات الرياضية والكشفية لأسبوع الطالب الجامعي الثامن بملعب الفقيد براد بالمكلا. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. اطلعت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت صباح اليوم على سير العمل الجاري في مشروع تعشيب استاد الشهيد علي سالم العامري الأولمبي بمدينة سيئون، والبالغ كلفته نحو 260 ألف دولار بتمويل السلطة المحلية بالمحافظة. واستمعت السلطة المحلية إلى شرح مفصل من مدير عام الشباب والرياضة بالوادي والصحراء علي باشعيب والمقاول المنفذ للمشروع عن مراحل العمل على مدى 6 أشهر وما تضمنته من تجهيز للبنية التحتية بشكل كامل إلى مرحلة فرش الأرضية بالعشب الصناعي، والتي بلغت نسبة إنجازها أكثر من 95%، على أن تستكمل بقية الأعمال التكميلية خلال الأيام القليلة القادمة. ويعد أستاذ الشهيد العامري الأولمبي أحد المشاريع الرياضية الكبيرة بمحافظة حضرموت، ويتسع لـ30 ألف متفرج ومجهز بمضمار سباق أولمبي وملحقات متعددة الاستخدام بمواصفات دولية. ناقشت اللجنة الفرعية للاختبارات بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت في اجتماعها الدوري أسماء المراكز الاختبارية لاختبارات الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2018-2019 للمديريات. وفي الاجتماع أكد وكيل الوزارة مدير مكتب ساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون على أهمية تضافر الجهود لاستنهاج المقررات الدراسية والبدء في عملية المراجعة للمواد الدراسية، مشيدا بالجهود التي تبذل من قبل جميع كوادر ومنتسبي الحقل التربوي والتعليمي لإنجاز المهام كافة. وأقرت اللجنة الفرعية المراكز وتكويناتها الإشرافية مؤكدة على ضرورة اختيار الكفاءات العالية لإدارة وتنفيذ المهام الاختبارية للشهادة. وكانت اللجنة قد ناقشت الملاحظات المرفوعة من قبل لجنة الفحص للوثائق الخاصة بطلاب وطالبات الثانوية العامة، واتخذت عددا من القرارات بصددها. قدمت مدرسة مكارم الأخلاق بمديرية الشحر اليوم بمدينة المكلا درع الوفاء لوكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون نظير جهده الكبير في نجاح فعاليات الذكرى المئوية لتأسيس المدرسة العريقة في حضرموت. وخلال تسليم الدرع أشاد الوكيل عبدون بجهود اللجنة الخاصة بالذكرى المئوية وإدارتي المدرسة للبنين والبنات التي أسهمت بشكل كبير في نجاح الفعاليات الإبداعية التي برزت دور ومكانة هذه المدرسة العريقة في المجتمع، ومشددا على الحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي شهدتها المدرسة. بدورهم عبر قيادة إدارة التربية والتعليم بالشحر ومدير المدرسة عن عظيم شكرهم وامتنانهم لوكيل الوزارة على مساندته ووقوفه إلى جانبهم في إقامة هذه الفعاليات، مؤكدين مواصلة العطاء والتميز والتفوق والإبداع لهذه المدرسة التاريخية العريقة. دشن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري الحملة العلاجية لجراحة وقسطرة القلب لدى الكبار بلسم 3 بمدينة المكلا بدعم من منظمة البلسم الدولية برعاية من وزير الصحة ومحافظ حضرموت. وأشار الدكتور الجريري إلى أهمية هذا الحدث الطبي النوعي الذي يستضيفه مركز ربض الحياة لأمراض وجراحة القلب، ويقدم خدمات كبرى لمرضى القلب في حضرموت والوطن بشكل عام في ظل الظروف التي تمر بها البلاد،
وتقدم مدير عام مكتب الصحة بالشكر والتقدير لفريق البلسم الثالث الذي قدم من المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي الذي قدم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح أهداف الحملة. من جهته أوضح رئيس فريق حملة بلسم ثلاثة البروفيسور عماد بخاري بأن الحملة ستنفذ 15 عملية قلب مفتوح و50 عملية جراحة وقسطرة للقلب لدى الكبار، لافتا إلى أن هناك إمكانية لزيادة عدد العمليات إذا توفر الوقت اللازم لإجرائها. ضبطت قوات المنطقة العسكرية الثانية المرابطة على نقطة شموسة بالمدخل الغربي لمدينة المكلا على شخصين بحوزتهم 10 كيلو من مادة الحشيش بعد محاولة المهربين رشوة الجنود بمبالغ مالية بالعملة الأجنبية لتسهيل مرورها للمكلا. وتم العثور على مادة الحشيش تحت مقاعد السيارة نوع هونداي، وتم تسليم المتهمين لمكافحة المخدرات بأمن ساحل حضرموت بعد أن عمل محضر بالمقبوضات. وأشاد قائد لواء النخبة الحضرمي بالمنطقة العسكرية الثانية العميد سالم باسلوم بأفراد النقطة على يقظتهم العالية شاكرا جهودهم لخدمة حضرموت وأهلها. لقي طفل مصرعه وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة في انفجار جسم متفجر مساء الخميس في منطقة ميفع بمديرية بروم غرب المكلا. وقالت مصادر محلية أن سبب الانفجار كان بمنطقة ردفان في ميفع، حيث وجد مجموعة من الأطفال جسم متفجر يعتقد أنه من مخلفات حرب صيف 94 عبثوا به مما أدى إلى انفجاره. وأفاد مدير عام مكتب الصحة بالمديرية حسن العمودي أن الانفجار أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 11 عاما وإصابة 4 آخرون بجروح خطيرة، تم نقلهم إلى مدينة المكلا لتلقي العلاج وإحالتهم مستقرة. وناشد العمودي الأهالي بالابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها أو العبث بها وضرورة إبلاغ الجهات الأمنية فور العثور عليها. دشن مدير عام غيلبة وزير الدكتور عدنان حمران بمعية مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الباقي الحوثري فعاليات مهرجان جراند بازار والمعرض العلمي لطلاب معهد أثر للعلوم الطبية، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس المؤسسة. وفي حفل التدشين طاف الحاضرين بمعية رئيس مؤسسة أثر التلموية المهندس عبد السلام بلجعد على أجنحة وأقسام مهرجان جراند بازار الذي يشمل عدد من الأركان في مجال الفنون ومستمعين من المشاركين بالمهرجان إلى الأعمال الإبداعية والإنتاجية والصناعات المحلية لتسويقها والترويج لها من أجل إبرازها للمجتمع. كما طاف أيضا على أقسام المعرض العلمي لطلاب معهد أثر للعلوم الطبية المصاحب لفعاليات المهرجان الذي يشمل أقسام المختبرات الطبية والصيدلة والتمريض وقبالة المجتمع بمشاركة قرابة 80 طالب وطالبة من طلاب المعهد في جميع التخصصات الطبية. ويستمر المهرجان على مدى 3 أيام. انطلقت على ملعب الفقيد برادم بالمكلا فعاليات المسابقات الرياضية والكشفية لبطولة كرة القدم ضمن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي 8 بجامعة حضرموت تحت شعار جامعتنا تجمعنا بالحب والوفاء والعطاء، حيث جمعت المباراة الافتتاحية للبطولة فريقي كلية العلوم التطبيقية والإنسانية بالمهرة وكلية التربية بالمكلا وسط حضور جماهيري للفريقين. وأسفرت المباراة فوز فريق كلية التربية المكلا على نظيره فريق كلية العلوم التطبيقية بالمهرة ب8 أهداف نظيفة. هذا وأوضح رئيس لجنة المسابقات الرياضية والكشفية الدكتور سعيد الرمادي أن هناك العديد من الأنشطة الرياضية ستقام في أسبوع الطالب الجامعي 8 بالإضافة إلى المسيرة الراجلة للكشافة تتقدمها الفرقة النحاسية بمشاركة جميع كليات جامعة حضرموت.
السيدة والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. اللجنة الفرعية للاختبارات بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت تقر أسماء المراكز الاختبارية للشهادة الثانوية. مقتل طفل وإصابة 4 آخرون في انفجار جسم متفجر بمنطقة ميفع غرب المكلا. انطلاق المسابقات الرياضية والكشفية لأسبوع الطالب الجامعي الثامن بملعب الفقيد براد بالمكلا. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.